جمدت الحكومة البريطانية أصولا تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه استرليني ومملوكة لرجال أعمال روس ممن يطلق عليهم الأوليغارك وأفراد آخرين وشركات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. الأصول المجمدة هي مجموعة من حصص في شركات ونقود مودعة في حسابات بنكية، وليس من بينها أصول مادية مثل العقارات أو أصول في مناطق تابعة للتاج البريطاني. أعلنت روسيا أن قواتها تقوم بالانسحاب من منطقة بالقرب من مدينة خرسون الاستراتيجية في جنوب أوكرانيا. وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القوات الروسية ستنسحب من الضفة الغربية لنهر دنبرو بالقرب من خرسون. من جانبه أشار مستشار الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش إلى بقاء بعض القوات الروسية في خرسون، موضحا أن موسكو تقوم بإرسال تعزيزات إلى المنطقة. قال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالجوني، قال إن القوات الأوكرانية تقدمت 7 كيلومترات في اتجاهين في الجنوب وسيطرت على 12 تجمعا سكنيا في الساعات 24 الماضية. وقال المسؤول الأوكراني إن كييف لا يمكنها تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بانسحاب القوات الروسية من خرسون، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تواصل تنفيذ العملية الهجومية بما يتماشى مع خطتها. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الانصياع المستمر للولايات المتحدة لا يسمح لدول الاتحاد الأوروبي باتباع سياسات خارجية مستقلة تركز على ضمان مصالح مواطنيها. وأضافت زاخاروفا أن مطالب إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق الاستقرار الداخلي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آخذة في الازدياد، مشيرة إلى أن التقارير عن عقوبات جديدة والدعوات المنتظمة لمعاقبة روسيا اقتصاديا تبدو مخيفة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للأوروبيين أنفسهم. Распространяет Запад в отношении России. Просто им, наверное, нужно были очевидно.